فضل عبد الرحمن وحان روائنا الأغاذ التاريخ هذا إن أب إيسوكو عبد الرساق سيتو ألانا كوكسو عنا يا برامج والله سنتي والله شيفة إيسا أمير فضل عبد الرحمن لديه التاريخ ذي ده دانا سنعباد إن ير أورتا كوبان كف كف العليا فضل عبد الرحمن اسمان محب أكساكت الهويدة ده قال جرت أيضا ضرورها عير كشولي سمان ضرورها عير كشولي صوشو بير ورنمو دبيلو شنقرين شرح لي ايه هي يعني انا اوغاد ويا عصب ما هيستاس اولا هدن اي اي لقاضي مسا هيستا بدلا جيران اي لقاضي او كوح اهان اي اقوادين مسا هيستاس اون اي هدن ويا عصب لقاضي ان ويا عصب ان سلامكي هدن لوفتي وحيا هدن عبد الرحمن هو فناند وين هو فناند سومالي ان بيل كستي سومالي جيوغان لغوض يقانو فانكيدن الجعل يا هذا مرور بهي سو قادن هي سيد اد لو دغستو هي سو تيل اي سو قادو وحان لي هي ان هدي ان وا كان هسه هذا ما حتى حسستا فايزه هسه هذا هيست اكو شيغايو كل نبد هيس اكو شيغا كلنتي وعن او وناسن اسحبت شرفتي قيمها لا اسكو سو نقد وعن او وناسن اسحبتي سدا انوغا برتين وا برنامجكي وا برنامجكي وا برنامجك فلنقنت الفنانيتا ايو عاوه يا انو دبك سارن عاوه هذاك انو سارن فنانة دينا أو أدوات التقانين وهذا عبد الرحمن ديري سيدا إنو غبرتين برنامج كوحا إلا داديهيو آلابا وعبد الرساق سيتو عبد الرساق سيتو كسولو برنامج كفلنقين تا إيو فنانين تعاوة محاي نوها يسا عبد الرساق وما أحسنت هولا شي فايسة أمير سيدو كلا عندو كسولو برنامج كيني فلنقين تا إيو فنانين تا وتضاول بقى أنو كدا ديهنو لو دينا يوتيوب كا إيو قرن تا إيو فايسة أمير سام هو سعوتين بمال بفنان يو شخص كتر سن شخصيات كعانك وكاح بشغل صوماليات فنان أبوان تلا يدمان دمان ضدك لصو هالمالا فنكا يسوغان تأيان كسو مرتي قادنا تدبات كان وحا مرتي كوا هودن عبد الرحمن اللو يقعنا هودن عبد الرحمن ديري تاريخ نلولي تكيدا انتا نكسو قرني انتا نكسو حفظني مركا فايزة een hadii aan ka wareesto taariikh nololeedka hodan Cabdi Rahmaan sida wada ognahay horta fanaaniin badan aan soo qaadanay caawar waxaan dibka noo saaran hodan Cabdi Rahmaan hodan Cabdi Rahmaan waxaan rabaa inaan ogaado taariikhadeeda in aad ii soo koobto Cabdi Rasaaq siito adana kugu soo celinaya barnaamijka waxaan tahay walaashi Faisa Amir hodan Cabdi Rahmaan ee taariikhadeeda hadaan isnaabaad in yar horta kooban ka ka falceliya هذا عبد الرحمن عثمان محب وحي كل على تيم جال هذا هرجيس السنة كمر قوة كل سجال بحستيتني سجاشي بشي أبل وحي أي هرجيس كوسو وسو جورين هير عبد الرحمن مركي دول دي سي أبر بعضي كل سجال بقول كوبي سجاشن كي وحينا إما دين بورم وحينا دين حافظ دبض عس هلك سوي قبل أبين قبل قبل وضي هذا بحبرش دي هوس إلى إلى يو لبدي كن يكون دي أي شوك تي بورم هذا وحي أبقاش يدي يو فاملي جي دم جال نيروبي markay Nairobi joogtay waxay ka bilaabday fankii waxay ka bilaawday fankeedii oo ku soo biirtay kooxdii ama ay asaasay kooxdii waya cusub hodan istii ugu horeysay ay qaaday waxay ahayd heestii anoo baahidaadii bukaan saasa aan qabin kala ma baqaynin naftan kula bogsiin lahaa oo ay audiyahan wax ku soo duubtay inta sawirta waa hodan taariikhdeeda qayb kamid ah hodan Abdiraxmaan saad ku ogtiin hooyadii aabeed waxay ahaayeen fanaaniin hodan waa fanaan een hodan taariikhdeeda hadaan ku sii socdo een hodan markay qurbaha tagtay waxay soo fanka ku soo laabatay 2012kii waxay kala qaaday heesta fara badan oo ay ka mid tahay heesta Soomaaliyeena tahay hodan dhaxmaan taariikhdeeda nololeed halka lagu sii koob karo way badan tahay adana faa'iisa iyo su'aalaha kale Cabdirsaaq horta sida wada ognahay hodan Cabdi Rahmaan aniga waxa ku bartay ayadoo Kenya Nairobi joogto oo wiilba ku jirto kooxda waayaha cusub هس أي وايا عصب لقاضي ما جرتها مس وايا عصب ويا كوح أهان أوني ولا جرتي هذا عبد الرحمن جرت هس أنا كوش شيء أنا وباهيد هذه بكان ساس عن قبين أو يد عطك على عيد هذا عبد الرحمن كوح راس وحكم يد ذك أس عصي نيروبي مركا هذا أو هس تقاضي أو دي هان با أو حوصة بحي كين يوقت أمي توبي وحوطة قا يوم مركا قربها لص على سفارة لسي مرتين مركا بروسيس كذي هوله دي بقى ويجي هذا سيدك دقي مراكن قوتكتي waa sanadku waa 2014 markii hodan dhooftay heestii inaan kala ayaa jilaysay oo muqaal ahaan laakiin codku wax iska leedahay hodan
عبد الرحمن waxaan rabaa inaan ogaado waayaha cusub aan rabaa inaan horta kow si fiican aan ugu ogaado waayaha cusub ma heestaas u leh hodan ay la qaaday mase heesa badan aa jiraan ay la qaaday oo koox ahaan ay u qaadeen mase heestaas un ay hodan waayaha cusub la qaaday waayaha cusub isla markii hodan dhooftay waxyar kadib waxaa ka mid ahaa dalmar oo maraykanka sina ka dabaaday qaar ka mid a maraykanka ka daba tagay markay maraykanka tageen kooxdii waayaha cusub qaybo ka mid a maraykanka lasoo heystay laakiin aasaaskeedii hore nairobi halka heestume ka qaaday oo anoo baahidaada laakiin markii qurbaha maraykanka la tegay dalmar iyo fanaaniin kaleba heesta way la qaaday mar dhowd waxaan qabtay taariikhda ay gashay hodan maraykanka waa 2005 ay usoo guurtay fankeeduna waxay kasii bilowday fankeed waxay kasii bilowday isla halkii ay nairobi deewaatay nairobi heesta dhegeysiga ku qaatay markaa isla maraykankii bay kasii bilowday 2009 ayay fanka dib ugu soo laabatay maraykanka waxayna qaaday heesa fara badan oo aan xisaab lahayn sidii mi heestan soo sheegay soomaali inaad tahay oo fanaan la qaaday markii dib usoo laabatay hodan fankeedu wuxuu noqday mid cirkaasi galay oo soomaali maxamuud oo dhan hayaay hargeysa tagaay jigjiga tagaay arladii oo dhan baysu soo martay markaa dhagaha iyo macnaha qulubaha shacabka soomaaliyeed nocodkeeda macaan ee baxsan ayaa ka gabmay maasha allah ma jirtaa marka hodan hees horta aniga hodan cabdiraxmaan heesaheeda waa dhegeysan jiray weliba waxaan jeclaa heesaha oo koobiga oo hooyadeeda oo shimbiraha heesta shimbiraha la dhaho exactly hooyadeeda qaadi jirta soo shubay yaroornimo dabaylu shanqariin sharaxli ehyay dugiin shisho qof aaduu jeceshahay sheedda ma iska eegteen iyo shuqulka caashaqa baahidana ku shurteen aydinkoo wax sheelayn sheeddadana kaba dhicin sharcaad leh xishood jira washaxla baa gayaani siyar 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 muusha shuurti heestan asalkeed waxaa iska lahayd aamin cabdilaaye oo ah hooyada hodan cabdiraxmaan heestaas aad aan dhegeysan jiray waagii soo baxaysa hodan soo qaadaysay iyo hees kale oo iyadana liibaan jaamac u ka duubay oo ay u qaaday odageeda mursal oo heesta waa aragta omalena heesta liibaan jaamac u ka qaad aada u qaraxday heestaasna kuleyba heesa badan in leedaha hodan cabdiraxmaan iyo hees kaleo waxaan aad u jeclaa oo la yiraahda cadowgaaga caano macsii iyo maxay aheed heesahaas adiga heesa fifiican oo inaba caadi aheen hodan cabdiraxmaan qofkaan caqli deeda qayo aqoon ka celisa jiriin haduu ku coladiyana mahma culus baa jirto caniyo malab siisa tidhi haciyo malawoye caruur iska hadashayo kasoo qaad meel cidlaha codkiisa codkiisa marka heestaasna aad aan uga helay erayada iyo laxankan kolleyba abaanka sameeyey wuu ku tagtagsaday ku dhahay maasha allah hodan cabdiraxmaan taariikheeda haddaan faaiise haddaan kugu sii daro hodan cabdiraxmaan waxay ka mid ahayd kooxdan caanka xidigaha geeskeena aasaasayaashiisa ba kooxdaasay ka mid ahayd markii fanka way jireen laakiin xidigaha geeska si too much looma aqoonin hodan waxaa jirtay barnaamij qurux badan oo ay ka sameeyeen tv-ga qaranka somaliland oo markii hodan kusoo laabatay somaliland oo qurbaha ka timi markii ugu horreysa africa timi markii ugu horreysa africa timi waxay ahayd jigjiga laakiin jigjiga iyo hargeysa soo marta jijiga kasoo degtay youtubekay ku jirtay heese kasoo qaaday jijiga mar kusoo degtay isla hargeysay usoo gudubtay xidigaha geeska oo jira laakiin se marta markaa aan sida imika u dhumucweyn aan u dhumucweynen bay kusoo birtay barnaamij qurux badan oo taariikh galay oo fanka soomaaliyeed heese aada qurux badan lasoo qaaday ba jirta dhimacaan b k cabdihani deer xidigaha fanaaniintaas oo dhan heesaa way la qaaday waa arkay kulli qofay dhaartamaba laha malena waagaas ay weliba xidigaha geeska aad loo jeclaa heesahooda ay qaraxsanaayeen inta isku dubnaayeen waa kooxda markaas kooxda hadda inkastoo aan dhihi karo way kala baxbaxeen qof walba goonidiisa u baxa laakiin waagaas xidigaha geeska cerka jireen
ما شاء الله هذا تاريخ هذا كسي هذا هذا وهاي هاي ستة ستة عرور هل ويل عرضوا يلا بحب لوض أيير مركب قدام سنين أنا بترش معه ما شاء الله إلهي وبدك على كريو وحاي نسي كذا تهاي أو عرضي سودا لين لا بحب لوض فنان كوين مرسل موسى ما شاء الله إلهي هو ده فيلم هذا هذا عبد الرحمن هو فنان دوين هو فنان الصومال أمبيل كستي الصومال جوجان لجوه يقانو فان كذا الجعل يا هذا مربوط بهسو قادنا هسه أدل لجستو هسه طيال هسه قادو حلا يا هاي إن هذي أنواع هسه هذا ما حد كحصص تعرفه هسه هذا هسه تأكوشي جايو كلا نبض هسه أكوشي جايو كلا هسه بدي نورته إن وحنا هذا إنك استوى هسا عن الساسو قلبي كتشجعات كله ذي محصتة قلبي كتشجعات كله هاي ها هسا هذا هذا عبد الرحمن بابا كلا دعابو مرك هذا عبد الرحمن هسا هذا وحواي إن مر ولا بقى هسا قعدنا هسا طيلة هسا قعدة أكوالت له ولا دقي سكر ودقه وفي عم ضد بدن هسا هذا يقعد وجعلين أو أنا جا أنكم أحد رساق أو حن فيلا يقعد أنا أتكم التهاي كل ما شاء الله يس قد هضم تاجر هذا المرك وكان لنا دي أن احنا فن كذا دي وحوا إلى يوم ما تقوم ولا فإن الساعة على إلى يبر بنا لجارسيا لقيا وا مرك هذا عبد الرحمن هل يلا يسوق كوب سؤاله هنا إن وأنا حرينا برنامجك وما حسنت ولا شيء فإذا أمير وجبت لندن يعني قلت شو قاعد ترسق أو تركيا إن هذا تاريخ ترسان صوش جاي ودل فنان الله حريستي وين بس لبي شيء هو مش أنا أنا قرا معطي واحد من تعبه وأنت تسيني أنا أنا في سبعة الله يرحم الراحمين هذا سيدو كله وحي سو بحي سي برتي السناب شات وصل شكتي إنه يشتو إن تردارن أبي سي أو فن كان في قاب صندون تا سيدا شكتي هذا إن سيدو كله هذا إن مركب مركب كان نقطة عروسية أنت بدنك كره السناب شات بأوك aw hadaan aroos tiigin habeenta baaroos wi joogtaa marka laga togo maalmihii geerida intii intii geerida aad kuma arag snap ka social media way taxiisan tahay laakiin geerida horteed een aw hadaan aroos tiigin habeenta baaroos wi joogtaa marka taas waxay ku muujinaysaa jacaylka iyo maaragta een sida aroosida iyo suuqa ugu jirto hodan may mashaallah mashaallah wa salaamina horta lamaan fanaaniin badan waa idin soo wadnaa asxaabta sharafta iyo qiimaha leh aw waxaan ka hadleenay فنانتنا أو أبوذ التقانين وهذا عبد الرحمن طيرة وأنا سلامينا فنانتنا إيو فنانين بدن وايدين سو صعدان إنك استو أن كهذا نيك فنانين هوري هذا نيك فنانين مربو فنانة إذن كينينا أو أد حيسيني سين تاريخي هيسا عبد الرساق سيتو برنامج كان عاو إتا سنوغو إجي هاي حال يا ذا بركة أصحاب تبحق سوق بقبين هيسا waxaan leeyahay barnaamijku wuxuu noqon doonaa barnaamij taxanaha oo qurux badan oo fanaaniinta Soomaalida iyo fanka Soomaalida lagu soo gudbiyo sida magaca ka aragtaan barnaamijku waa falanqaynta fanka Soomaalida marka hadii fanaanku nin ahaado haduu gabar ahaado haduu abwaan ahaado haduu jil ahaado dhamaan qaybaha bulshada ee fanka Soomaalida soo saarta ayaan ku soo baahin doonaa ama ku soo bandhig doonaa fanka quruxda badan ee Soomaalidu leedahay فانكو وا مرايد الشعب كا وميل برشدة دلنجردو انتو باي كوا انا قاتان وحكو قاتان فانكو ديري قليا برشدة مركا هذا بتحمان باي هايد ما انتا هان بريتون وحنا قدو تفنان كلا ساسي نوغس عمدون تادال كدو ساسي نوغس عمدون تادال كدو برنامج كان وان كغهدنين عاوة هذا عبد الرحمن ديري عاوة انتاسو نوغو اكيا وحايد اللي نهي عنيقى عبد الرساق زيتو اسكدو بان بيس اند لوف صوماليا نبات